أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشيرا إلى أن مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود المقدم إلى واحد وتسعة مليون شخص تم تهجيرهم قسرا من منازلهم بما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية كذلك في ثلاث رسائل متطابقه بعث بها منصور الى كل من الامين العام للامم المتحده ورئيس مجلس الامن لهذا الشهر فرنسا ورئيس الجمعيه العامه للامم المتحده حول مواصله اسرائيل القوه القائمه بالاحتلال عدوان الاباده الجماعيه في قطاع غزه في تحد صارخ لامر محكمه العدل الدوليه.